بيتنا راحت، بيت جيراننا راحت. يعني البيت هذاك النهار اخرنا يوم لما انا طالع من البيت انا كمان متت من البيت. انا ابوي والدي عمره تقريبا 70-80 سنه 90 سنه طلعته من تحت البلور. من قصف الشديد وتقدم التركي علينا، الجيش التركي عدواني، لاني عندي بنات ما بنعرف ايش صار فيها. يوم نزحنا جينا على بيت اهلي على بالعفرين، والله ابني بالمستشفى صار له 3 ايام 4 ايام.